كلمات محب تهدينا دررا من خير الأقوال، وقطوف شتى نقطفها نتبعها حسن الأفعال. كلمات محب تهدينا في عصر متسارع الإيقاع، صبغته العولمة بحضورها الطاغي وسطوتها القوية، نحتاج إلى اتكاءة ومتنفس من طول السفر والمسير لنلتقط أنفاسنا وننظم خطواتنا ونخلو إلى أنفسنا. عقول وقادة وطاقات متجددة، ركيزة من ركائز البناء ومعول من معاول العطاء، إنهم يمثلون زهرة العمر وريعانه والحياة بكل نضارتها وبهائها، يملؤونها نشاطا وحيوية ويمنحونها ألقا وصفاء. والدول التي تعنى بشبابها وتفرد لهم مساحات الإبداع والابتكار هي الدول التي تسود الأمم والشعوب وتتقدم ركب النهضة والحضارة. كلمات من محب، دعوة إلى لقاء حافل بالجديد والمفيد، لنستشرف غدا واعدا ومستقبلا ملؤه الأمل والتفاؤل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الصيام، والحمد لله أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمك كبس، أول حاج كبس كلمة تقال لواحد من الوالدين، وهذا بلا شك من العقوق، ما في شك. هذه الكلمة عمك كبس أو الحاج كبس، وفي كلمات تانية ما دار أقولها، هذه من أعظم العقوق. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك، قضى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال قضى أي أوجب وألزم. وقضى ربك هذا أمر من الله، والأمر يدل على الوجوب. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل قرن الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين عبادته سبحانه، أو قرن الله سبحانه وتعالى عبادته ببر الوالدين، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل قرن الله جل وعلا بر الوالدين وبعقوقهما، قرن الله جل وعلا بعقوق الوالدين بالشرك به سبحانه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا سلام، والله يا أخواننا العقوق، عقوق الوالدين نسأل الله السلامة والعافية، هي من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. عقوق الوالدين من الكبائر، بل من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد للإنسان أن يحرص ويجتهد أن يكون بارا بوالديه طاعة لله سبحانه وتعالى وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. وذلك كما قلت لأن عقوق الوالدين من الكبائر. وخلوكم معي بالله، شوفوا واسمعوا وتدبروا وانظروا لخطورة عقوق الوالدين. أولا، من عقوبة عقوق الوالدين التي تكون في الدنيا قبل الآخرة، يعني الإنسان الذي يكون عاقا لوالديه عقوبته قبل الآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن البار بوالديه يسعد في الدنيا قبل الآخرة. أسي شوفوا، أي زول
أي زول لقيته موفق في حياته، موفق في دراسته، موفق في زواجه، موفق في عمله، لو رجحت لورا شوية أو لو دققته بيشوف الزول ده مواظب على حاجتين: بر الوالدين والصلاة في وقتها. يبقى من عقوبة عقوق الوالدين أولا استحقاق لعنة الله سبحانه وتعالى لمن سب والدي. الله يلعن من يسب والدي. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أباه، ولعن الله من سب أمه، وفي رواية لعن الله من سب والديه. الحديث ده كمان في رواية أخرى: لعن الله من لعن والديه. الحديث ده بيحتاج لشرح. في زول بيسيب أمه، في زول مننا بيسيب أبوه، في زول بيلعن أبوه، في زول بيلعن أمه. آيفي مولانا الكلام ده كيف آيفي؟ لكن ما بطريقة مباشرة. وده يجاوبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أمه أو يسب أباه. فيستغرب الصحابة، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أمه ويسب أباه. كيف؟ أنت ماشي في الشارع ده سايق عربيتك، أو ماشي ساكت، قام جزل دخل بالغلط كده، تقوم تقول له شنو؟ تقول له الله يلعن كده، تقوم تسبه، يقوم ده يقول شنو؟ يقوم يسبك أنت، ويسب لأبوك ويسب لأمك. أنت كده الآن بقيت سبب في سب والديك من غير سبب. أسي أمك وأبوك دخلوا شنو؟ لكن أنت البديت، قمت سبيت الرجل، بتقول له كده الله ينعل كده، تسبه. المهم أنتوا عارفين يعني الكلام ده. يقوم الرجل ذاك يسبك أنت ويسب أمك ويسب أبوك، والله المستعان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أمه ويسب أباه. يبقى من عقوبة عقوق الوالدين استحقاق لعنة الله سبحانه وتعالى لمن سب والديه. ثانيا، عقوق الوالدين سبب في أنك لا تدخل الجنة بل تدخل النار. الزول عقل والديه ما بيدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. انت عاق اي؟ وفي بعض الناس بيشوفوا العقوق ده اللي يشيل أمه يوديها دار المسنين أو كده. لا 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 أخي، العقوق يعني مثلا الواحدة أمة تناديها: يا فلانة تعالي، وهي بشاهد لها في مسلسل مثلا: يا أمي أصبري يا أخي، ما في واحدة غيري أنا، أنت كده عاق. أبوك ناداك أو أمك نادتك: يا فلان تعال، يا الله أصبري يا أمي، مش شلت نفس كده؟ آي أنت كده عاق، كده عقيت أمك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوانا العقوق ده أمر خطير. أحيانا الإنسان لو أنت بتعمل طاعة، بتعمل طاعة من غير إذن أبوك وأمك، أنت كده بقيت عاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أهل الأعراف، من هم وما هو الأعراف؟ في قول الله سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال: أما الأعراف فجبل بين الجنة والنار فيه أشجار وثمار، وأما أهل الأعراف فقوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم وأمهاتهم فاستشهدوا في الجهاد، فاستشهادهم في سبيل الله أوجب لهم الجنة، وخروجهم إلى الجهاد بغير إذن أمهاتهم حال بينهم وبين دخولهم الجنة، فهم معلقين على الجبل إلى أن يقضي الله في أمرهم. ده الناس طلعوا للجهاد لكن من غير إذن شنو؟ من غير إذن أمهاتهم ومن غير إذن آبائهم. إخواننا العقوق أمر خطير وهو من الكبائر، فلا بد أن نسعى أن نبر والدينا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما كانت إلا كلمات من محب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.